وحضرتك بقى يا نسا لينا بتشتغلي في موضوع البيوتي ده من زمان ولا دي أول تجربة؟ لا 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 خالص، دي أول مرة. أنا بشتغل حاجة تانية. بتشتغلي ايه بقى؟ رقاصة. ايه ده، انت عرفته منين؟ جو قال لي ابسط جاي لنا رقاصة جامدة. ما حضرتك طلعت تعرفني يا باشمهندس اهو. وقال لك ايه كمان؟ فرجني فيديوهات رقصك على لقيت الطبطبة. اصل انا بحب حسين الجسمي قوي، ينفع نخلينا في موضوع الابليكيشن؟ انا كتبت كل حاجة، عايز اعرف بس اسم البيوتي سنتر هيبقى ايه. هسميه على اسم، ما انت اكيد عارف لينا حلاوة. انكلوش انكلوش. لا طب ممكن بس لا. اخد ايه يا يوسف، في ايه؟ عايز ايه يا زيد يا حبيبي؟ ممكن اخد لذيذ العب بيه شويه؟ لا مش ممكن، لذيذ مش لعبه يا حبيبي. طب ممكن اشغل اغنيه بيبي شارك عشان اسمعها واحنا بناكل؟ ليه، واحنا لو ما شغلنالكش بيبي شارك مش هتاكل يعني؟ لا هاكل. شفتي حرام عليك يا يوسف، عايزين الولد ياكل. لا هو هفتان فعلا بصراحه. انا هعملك اللي انت عايزه يا حبيبي. زومبا اعمل لي كونكت للبلوتوث وشغلي له بيبي شارك. The Bluetooth device is connected. شفت يا يوسف اللي حصل؟ ايه؟ ايهاب جوز جايلان طلع بيخونها. بجد؟ ايوه والله يا ابني، دي منهارة. عشان انتوا متأكدين يعني؟ بس الإيهاب ده دهول قوي، ما يبانش عليه ان هو بيخون وبيعمل حاجات دي خالص. يا ابني بقول لك قفشته. يبقى دهول فعلا، عشان كده قفشته. ده شيء مصنوع، البشر مش كده. هو بيعمل ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا لذيذ؟ بتفرج على يوسف الشريف. يا دي يوسف، طب سيب يوسف الشريف لو سمحت واقرا المسج. اوكي. واحيانا بيختار الصح. مش هتقدر تحكم على الناس بالموت. هاي يا جو، نقطة نقطة. بصراحة دماغك عجبتني جدا. ايموجي بيسقف، ايموجي رقاصة. ايموجي بيسقف، ايموجي رقاصة. عايزين نروح سوا شقة الزمالك في اسرع وقت زي ما اتفقنا. نقطة نقطة. متأكدة ان احنا هنعمل حاجة جامدة جدا. ايموجي عضلات، ايموجي عضلات. ايموجي عضلات. مين دي يا يوسف؟ دي كلاينت عندنا في الشغل. في ايه؟ هو شغل ايه ده بقى اللي يوديك مع شقة الزمالك؟ شغل يا سارة عادي. في ايه؟ الزمالك المنطقة اللي احنا رايحين هنشتغل فيها. ايه ده؟ تسلم ايدك يا حبيبتي، اكل حلو قوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.